الكريبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء، ما زالت الأشواط متواصلة، وانطلق قبل قليل الشوط الثاني عشر. هذا الشوط خاص بفئة الجذاع البكار، وبقية الأشواط المتبقية هي خاصة للبكار. انتهت أشواط اللقاية أو الجذاع القعدان، عفوا، انتهت أشواط الجذاع القعدان، ونواصل ما تبقى للبكار أو للأشواط الخاصة بالبكار. مقدمة الشوط مشاهدينا الأعزاء شوق لسعيد بن محمد بن إبراهيم على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول اللي تليها في المركز الثاني حاملة الشعار الأخضر اللي أحاول أتعرف عليها ولكن رقمها محجوب حتى هذه اللحظات. المركز الثالث المتقدمة هملولة لناصر بن خليل الشهواني. ننتقل إلى ثالث أو رابع المراكز، هنا 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 الكتوف لمحيا عبد الله الشمري، محيا عبد الله الشمري. والمركز الخامس القادمة الطيارة راشد بن خميس الغويس. هذا هو ندائنا الأول مشاهدينا الأعزاء، وأعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى هذا التجمع الكبير، وأعود إلى هذا التجمع اللي على مقدمة الشوط مشاهدينا الأعزاء اللي ما ذعناها قبل قليل. هذه الكتوف لمحيا بن عبد الله الشمري اللي تراجعت الآن إلى المركز الخامس. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى التغيير، التغيير من شعار الشهواني العنود المسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، غيرت مجريات الأمور وانتقلت بشعار مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني إلى مقدمة الشوط الآن، وانطلقت انطلاقة ممتازة للغاية مع مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. هذه العنود نشاهدها على أرضية الميدان تنطلق وتنافس المشاركات الدور، دور المركز الثاني الواصلة اللي تنطلق على ثاني المراكز. شوق لسعيد بن محمد بن إبراهيم، أو مثل ما قال الشاعر يا أبو إبراهيم يا شوق هزني يا هوى الشوق، هزيز غصن انتاه الأوراق، كل غرض في الوقت ملحوق، لكن وصول الصاحب أشفاق. إذن اللي على المركز الثاني شوق مع المدلل سعيد بن محمد بن إبراهيم. ننتقل إلى ثالث المراكز، الناعسة لسليمان بن رويشد الجهني. الدور دور المركز أو سليم بن رويشد الجهني على ثالث المراكز. النقلة والدور دور الطيارة اللي على رابع المراكز عند راشد بن خميس الغويس. ولكن شوفوا ميعاد، شوفوا ميعاد اللي تدخل الآن وتتدخل بقوة على خامس المراكز لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. تتقدم ميعاد إلى رابع المراكز، تتقدم ميعاد، والوعد قدام يا مضمرين في الكيلو الأخير. يا سلام، وعدكم مع ميعاد في الكيلو الخطير. المركز الخامس، هذه الطيارة راشد بن خميس الغويس. هذه الخمسة المراكز بقيادة العنود لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني التي تسيطر على مقدمة الشوط. ولكن يا الشهواني الطيارة تصل، وأيضا تصل هناك، تصل شوق، وتصل أيضا وتصل الطيارة وشوق والناعسة، وكذلك ميعاد، وأيضا الأسامي القوية مشاهدينا الأعزاء، الأسامي الرنانة، سواء من مشاركات أو مشاركين، ملاك أو مضمرين، متابعين ومشاهدين. إذا الكيلو مترين الأخيرين بقيادة العنود التي ما زالت تسيطر على مقدمة الشوط أيها الأعزاء، وتتربع التربع الممتاز على مقدمة الشوط في هذا الانطلاق الصحيح وفي مكانها الصحيح. شعار بن مسعود يا متابعين يتقدم ويغزو المراكز الأولى من خلال انطلاقة اللي تنطلق مشاهدينا جريان البطنة لمسعود بن جابر بن مسعود، تنطلق مع هذا الاسم المركب جريان البطنة على ثاني المراكز. الدور دور المركز الثالث، هنا شوق لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين الناعسة، تنطلق لسليم بن لسليم بن رويشد
ايضا وصول اول مره بنذيع هالواصله هذه بيان عبد الله بن علي بن جهيم المري، بيان على خامس المراكز، ايضا دخول ايها الاعزاء وتسلل من الفردانيه لجبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، وايضا شعار بوزايد يصل مع وهاج محمد بن زايد المنصوري، وايضا وصول خطير وتقدم مشاهدينا الاعزاء من محنه لفيصل بن عبد الله بن نايفه، ولكن اعود الى شوق، اعود الى العنود، اعود الى العنود. 1200 متر ولع الشوط مشاهدينا الاعزاء، اشعلتها العنود، اشعلها الشهواني، ولعها الشهواني مع العنود. بن جهيم يصل، وايضا بن جبر يصل، المدلل يصل، بن رويشد يصل، وجريان البطنه تتقدم مشاهدينا الاعزاء، جريان البطنه تتقدم مشاهدينا الاعزاء مع مسعود بن جابر بن مسعود المري يقود هذا الشوط بن مسعود، وايضا يصل شعار الخيارين يتدخل بقوه، شروق المعجب بن سعيد بن الاجمع الخيارين، شروق تشرق في هذه اللحظات، تسطع في هذه اللحظات على مقدمة الشوط، وأيضا وصول خطير من سلام علي بن خليفة بن عنتر الغفلي، وأيضا وصول من شعار بن عقيل، يا بوي الزبارة قادمة، أيضا جار الله بن عقيل، وأيضا وهاجة قادمة لمحمد بن زايد المنصوري، شروق وهاجة الزبارة، وأيضا شعار بن جهيم يتدخل على بيان شروق بيان شروق الزبارة تتسلل مع البرنس مشاهدينا الاعزاء، وهاجه تتوهج، وهاجه والزباره، ولكن الزباره جار الله بن محمد بن عقيل في هذا الشوط يتقدم مع الزباره، انطلقت مره اخرى وهاجه، عادت مره اخرى وهاجه لتنتزع هذا الشوط انتزاعا، يا سلام الشوط مولع، الزباره وهاجه، وهاجه والزباره، يا سلام الزبارة مشاهدينا الأعزاء، وهاجة اللحظات الأخيرة، وهاجة السلام للغربية، سلام مزايد سلام لحظات الوصول، وهاجة مشاهدينا الأعزاء تنتزع هذا الشوط في الرمق الأخير لتهديه إلى الغربية والمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، الزبارة في المركز الثاني لجار الله بن محمد بن عقيل المري، المركز الثالث شروق لمعجب بن سعيد بن أجمع الخيارين، المركز الرابع بيان لعلي بن راشد بن جهيم المري، المركز الخامس سلام العلي بن خليفة بن عنتر الغفلي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، وهاجة تنقض في الأمتار الأخيرة لتنتزع ناموس الشوط وتذهب بالسلام إلى الغربية، توقيتها 7:52 جزئين من الثانية، تهانينا والناموس لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، كما أهنئ محمود الوهيبي من قادها وأيضا ضمرها في هذا اليوم. المركز الثاني الزبارة اللي كانت قاب قوسين أودنا من الفوز، توقيت الزبارة 7:52 خمس أجزاء من الثانية، تهانينا للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري. المركز الثالث تصل شروق وتقطع المسافة في 7:54 ثلاث أجزاء من الثانية، تهانينا لك يا مالك شروق من أشعلت المنافسة مبكرا، معجب